ومن خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى يميزهم يوم القيامة في ساحة العرش بنور، هذا النور يحصل لهم في وجوههم وفي أقدامهم وفي أيديهم، هذا النور تحصلوا عليه من الوضوء. الأمم السابقة يتوضؤون، لكن من خصائص هذه الأمة التي تمتاز بها أنهم في يوم القيامة يشع لهم نور في وجوههم وفي أيديهم وفي أرجلهم وفي مواضع الوضوء من ربهم.